ضيف جديد، وجه جديد من وجوه ديوانية الفايزية، أخونا عبد الرحمن السلي، قطع مئات الكيلومترات من الرياض إلى القصيم ليكون أحد الحضور هذه الليلة. حياك الله أخوي عبد الرحمن. الله يحييك ويقيك. حالك طيب؟ والله بشر. عبد الرحمن جاي من الرياض للقصيم عشان والله حج وقضيت حاجة. جاي زيارة يعني. إيه نعم. من وين وصلك صدى الديوانية؟ والله وصلني من الأخ وليد، صاحبه على ما قال، جاء من النفيذة ما شاء الله، بس أنا كان يعلمنا عنها في الرياض هناك. تصلكم أصداء بالرياض؟ أكيد إن شاء الله. من المتابعين الموقع تويتر؟ والله أنا لا، الموقع الديوانية أو على اليوتيوب؟ لا ما. طيب وش أنت أول حضور معنا هنا ولا لا؟ وش أجمل شيء شفته بالديوانية؟ والله ما شاء الله الشيخ المرح هذا ما شاء الله. الأخ فهد الريش أبو حنان. طيب شيء تتمنى أنك تشوفه في زيارة قادمة؟ والله تكثير هدايا. تكثير الهدايا. الظاهر أنت فزت بهدية. هدية. سؤال ولا وش المشاركة؟ إيه لا، شطحت عليهم بحاجة وفزت. وخدت الجائزة. تستاهل. حياك الله أخي عبد الرحمن، ونتمنى أنك نشوفك أنت ونشوف الضيوف إن شاء الله قادمين من الرياض. حياك الله. شكرا لك. شرف أكثر والله. الله يحييك. هلا.